لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم لا فيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. كنقول لكم صباح الخير، واخا نتوما لا فيديو غتشوفوها حتى العشيه حيتاش بديت معكم نهاري من الصباح. اليوم راجلي ما خدامش، قلت علاش لا ما نصورش معكم فلوغ، نشارك معكم كيفاش كندوز نهاري، النهار بالضبط اللي كيكون ما خدامش فيه. ايوا هنا البدايه بديت معكم من الفطور، نت كنوجد الفطور، بغيت نصايب لي بانكيك. انا غنشارك معكم الطريقه اللي كندير، راه ساهلين وكيوجدوا صغيا دغيا. كيف ما شفتوا درت كاس ونص ديال الدقيق ديال الحلوه، اصعبروا بالكيسان ديال العنبه، هاد الكيسان اللي عندي راه نفس العبارات ديال العنبه، كاس ديال الحليب، نص كاس معمر ديال السنيده، ما تعمروش بزاف باش ما يجيوكمش حلوين، راه تقريبا غير جوج معالق كبار، قبيسه ديال الملحه، بيضه، خماره ديال الحلوه، فاني. كنتمنى ما نكونش نسيت لكم المقادير، الا نسيت شي حاجه راه غتكونوا شفتوها في لا فيديو. وتقريبا درت معلقه كبيره ديال الزبده دوبتها، هادو هما المقادير اللي درت. راه كيجيو بنان البنات، بالخصوص الا كانوا عندكم الوليدات صغار راه كيحماقوا عليهم هكا لبف، تبقاو ديروا لهم في لانش بوكس ديالهم. المهم الكبيدات كيف ما شفتوا خلطت الخليط مزيان، بغيتوا تطحنوا كلشي في مونينيكس باش تسهل عليكم القضيه، طحنوا، بغيتوا غير تضربوا بيديكم بحال اللي درت ديروه. المهم من بعد ما طربتوا مزيان البنات غطيتو، خليتو واحد 25 دقيقه عاد باش غادي نطيبو. انا ما عنديش ديك المقيله ديال لي بانكيك، عاد باغا ناخذها ان شاء الله، كنطيب غير في هذه اللي كندير فيها بغرير ولي كريب، حتى هما راه كتصدق فيهم زوينه، غير خاصكم تعرفوا العبار منين تهزي وتخوي بالمغرفه ديالك، ما تخويش بزاف لان داك الخليط راه كيبقى كيسيح، خوي غير شويه. كيف ما شفنا عاودت معكم وحده اخرى، كتخوي الخليط على ما كيبدا كيتثقب كتحسي بها طابت من التحت، قلبيها للجهه الثانيه راه كيجيو بنان. المهم انا هاد الكميه اللي درت تقريبا وقيلا عطاتني 8 ديال الحبات، هادشي اللي عطاتني. عرفتوا البنات كيجيو فتيان وكيجيو رطيطين زوينين هكا للفطور اولا للكوتي كيما قلت لكم، ولا عندكم الوليدات الصغار كيجيو زوينين. انا هاد الصباح تشهاهم راجلي وقلت والله حتى نديرهم ليه، وتا انا صراحه كيعجبوني. صافي البنات انا اليوم بغيت ندير وحيده فوق حيده بحال هكا، كيجيو زوينين، عمرتهم بالشكلاط والبنان، وكان احسن الا كانت عندكم نوتيلا زوينه. انا هذا هو الشكلاط اللي متواجد عندي، وحتى لا كانوا عندكم المكسرات ديروهم لداخل، عرفتوا كيجيو بنان، وزوقوا بهم حتى من الفوق. انا كان عندي غير البنان، يعني الا كان هكا عندكم اللوز القرقاع راه كيجيو بنانين. وهذا هو الفطور ديالنا ديال الصباح، كل نهار ورزقه اللي قسم الله كنحطوه. وخلاص حنا فطورنا البنات ضروري من القهوه، مولفين، ما كنقدوش نفطروا بشي حاجه اخرى من غير القهوه. انا بعد المرات اللي كتصبح هكا الشهيه ما عنديش، كنقدر نفطر بحال هكا غير بعصير ولا شي حاجه. من بعد ما فطرنا الكبيدات دابا غادي نوضوا الشغالات ديال الدار. راجلي خلاص النهار ديال اللي ما كيخدمش فيه الصباح ديالو والعشيه ديالي، بحال دابا الصباح كيمشي يقضي شغالاته، لا بغى يمشي للحلاق لا بغى يمشي للحمام، عاوتاني في العشيه كيخرجني. وما هذا هو البروغرام ديالنا، المهم نحرق لكمش المراحل. كيف ما شفتوا البنات نهار جمعت الدار غير جميعه خفيفه، راه ديما كنقول لكم النهار اللي راجلي كيصبح ما خدامش ليله قبل كنجمع الدار مزيان، كنطرفها، كنسيقها، كنمسح الغبره، يعني كنحيد عليا داك الميناج الكبير، باش النهار اللي غادي يكون هكا صباح ما خدامش كنصبحو ناعسين باش نرتاحو، كنفيقو، كنجمع الدار غير هكا جميعه خفيفه، كنطيب، يعني كنعطي وقت لراجلي. يعني كان عندك تخمال كان عندك تصبين، احسن حاجه هي تحيديه نهار قبل، ماشي حتى لذاك النهار اللي راجلك غيبغى يرتاح فيه وعاد تنوضي كتجمعي الروينه. صافي من بعد ما جمعت الدار البنات كما قلت لكم غسلت الميعنات اللي فطرنا فيهم، مسحت البوطاجي، ودابا غادي ندوز باش نوجد الغداء. عرفتوا البنات دابا الجو سخون بزاف، عرفتوا تقولوا بحال لا يلا دخل الصيف، ما كنقدو لا على مرقه لا على حتى حاجه، كنحاول ندير غير داكشي اللي ناشف. هنا بغيت ندير قطيبات ديال السدر ديال الدجاج، كيف ما شفتوا راني مقطعه طريفات كبار. بالنسبه للعطريه درت شويه سكينجبير، شويه الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر والربيع، والثومه ما كانتش عندي، الا كانت عندكم ديروها. وبصيله شلطتها طريفات صغيورين، ودرت قطيره ديال الزيت وشرمال داك الدكس دوره ديال الدجاج،
وغطيتهم حتى حيتاش انا كان باقي الحال على الغداء وهما دغيا دغيا كيوجدوا. صافي كما قلت لكم غطيتهم وخليتهم باش تدخل فيهم ديك التشرميله مزيان. درت واحد الشليضه غير عاديه غير ديال مطيشه وبصيله والخيار، درت واحد شويه ديال الرمان، درت له شويه سنيد وشويه ديال دانون كيجي زوين. جمعت الكوزينه سيقت صافي دابا الدار كلها عندي نقيه. ايوا دابا قبل ما نحط الغداء بغيت ندخل ندوش داري نقيه كلشي نقي، يعني خصني حتى انا نكون نقيه لا في حالتي لا في كلشي. وجدت بيجاما، وجدت لي برودوي اللي كنستعمل من مورا الدوش، دخلت دوش غير دوش خفيف ما غسلتش شعري، درت هنا غير شويه ديال البلاش. وما تديوش على صوتي راني مريضه ضربني البرد، واخا هكا قلت نصور مع البنات ما نغبرش عليهم ونمونطي لكم الفيديو باش نحطو لكم ان شاء الله في العشيه. المهم ما تديوش على صوتي. واحد الحاجه البنات راه ديما كنقولها لكم، انا في الدار قليل فين كنلبس البيجامات، راه غير على حساب التصوير وصافي. عندي كسيوات كنلبسهم كيجيو زوينين مع التصوير، راكم عارفين كنفضل انني هكا نلبس بيجامات. اما فاش كنكون ما كنصورش معاكم راكم عارفين كل وحده كتلبس داكشي اللي كيعجبها في دويرسه. صافي شويه ديال بارفان، المهم صايبت راسي باش ملي نجلسو نتغداو نجلسو زوينات بحال العرايسات. شوف اختي واخا تكوني مزوجه 15 عام ماشي مشكل، تهلاي في راسك وحسبي راسك راكي عروسه، واخا يكون عندك الوليدات يكون عندك كل شيء، ما تعكزيش على راسك. تجلسي هكا حدا راجلك نقيه ريحه زويونه، يعني حاولي تبدلي ديك البيجامه اللي كنتي كتقضي بها الشغل، راه كيوليو حالتهم، راه كنفسقوا كنطيبوا كنديروا بزاف ديال الحاجات. يعني حاولي انك بالخصوص داك النهار اللي كيكون ما خدامش فيه راه خاصو يشوفك عروسه حداه. ايوا هنا البنات صافي جات القصه ديال الغداء، درت عمرت القطيبات ديالي دابا كنشويهم، وهنا دهنتهم بشويه ديال الزيت غير باش ما يلصقوا لياش، لان هاد شويه ديال الضو راه كتلصق واحد شويه. يعني دهنوا القطيبات ديالكم غير بواحد شويه ديال الزيت ما تكثروش منه. والبنات ديما النهار اللي غادي يكون راجلك ما خدامش قولي له شنو تشهيتي للغدا، ما فيها باس، يعني هكا دلعوا رجالاتكم، راه حتى هما راه كيضربوا علينا تمار باش نكونوا صريحين. كيقيلوا سيمانه كامله هما واقفين كيضربوا تمار، ستريس ديال الخدمه. يعني داك النهار اللي يكون هو ما خدامش ديري له داكشي اللي هو كيبغي، داكشي اللي كيتشهى عطي وقت لراجلك، يعني ما فيها حتى شي عيب. هادشي اللي كاينه الكبيدات، وحتى هكا سيمانه كامله الا كانوا رجالاتكم كيتغداو معاكم ما فيها باس هكا في تليفون او لا ميساج، حبيبه ديالي شنو تشهيتي للغدا منين تكون جاي، وجدي داكشي اللي كيبغيو اكيد حتى داكشي اللي كتبغي نتيا. هادشي اللي كاينه الكبيدات. ايوا صافي هادي هي الغديوه ديالنا، كنتمنى تعجبكم. من بعد ما تغدينا الحمد لله ارتاحينا، هنا كانت العشيه غادي نخرجوا. هذا هو البروغرام ديالنا من نهار زعما كنا تزوجنا، هذا هو البروغرام اللي عندنا. النهار اللي ما كيخدمش فيه الصباح كيقضي شغالاته، وفي العشيه كنخرجوا واخا نمشيو نقصوا غير هكا في شي كافي، المهم غير نبدلوا الجو وصافي، كنبدلوا المورال كنرجعوا بواحد الطاقه زوينه. هو كيمشي لخدمته بطاقه زوينه، وانا عاوتاني كنبدا ديك السيمانه انا في الدار بطاقه زوينه. ضروري كنبغيو نخرجوا هاد النهار في السيمانه، كما قلت لكم نبدلوا الجو، واخا صراحه مكناس ما عندناش فين غادي نمشيو، كاينين غير لي كافي وما زعما ما عندناش شي بلايص فين غنمشيو وغنتساراو وغنبدلوا الجو. كما قلت لكم كاينين غير لي كافي ماكدو ولا بيلفي، هادشي اللي عندنا. ايوا صافي الكبيدات هنا، لقيتوني كنوجد راسي، ما نحتاجش نشارك معاكم الماكياج، ماكياجي راكم حفظتوه. جمعت شعري قلت لي ديك المشيطه راه جاتك زوينه درتها. ايوا صافي الكبيدات من بعد غنلبس حويجاتي وغادي نخرجوا كما قلت لكم. هذا هو البروغرام ديالنا، الا كنا شي نهار ما خرجناش غير الا كان هو عيان ولا انا كنت عيانه، اولا كانوا غيجيو عندنا الضياف، اولا المهم كتكون عندنا شي حاجه اللي ما كنخرجوش فيها. فاش ما كيكون عندنا والو راه كنخرجوا. ايوا هادشي اللي كاين الكبيدات، المهم هانتوما معايا. دابا غادي نمشي نلبس، لبس هاد الكسيوه هادي، راه كنت شاركتها معكم فاش خديتها، وقيلا لبستها غير مره واحده، عرفتو الصهد 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 بزاف، ما قديت لبس لا جي لا والو، هي مبيرده بارك زويونه. هادي البارفا اللي درت هادي، انا كنحماق على هاد البارفا، هادي كتعجبني كنديرها في الصيف في الشتا كنموت عليها. ايوا هنا الكبيدات غادي نخرجوا، يلا هو معايا.
كيف ما شجينا لهذا الكافي جلسنا فيها شويه. هذه بالنسبه للناس يمكن راه كيعرفوها فيراندا راه زوينه. اول مره غادي نجلسوا الفوق كاع، عرفوا شحال وحنا كنمشيو لها ما عمرنا ما جلسنا الفوق، مع اصلا كان الجو سخون. المهم جلسه زوينه الفوق، بدلنا الجو واحد شويه. هادشي اللي كاين الكبيدات. جيت للدار، خرجنا خريجة غير خفيفة ما تعطلناش صراحة بزاف، ومشينا قدينا شي شغالات مع اصلا راني مريضة ما قديت صراحة منها، كان جلس بزاف على برا. المهم الكبيدات بغيت نشارك معكم، خديت شي لعيبات وصافي، وما تنسوش على روينة اللي مورايا راكم عارفين. يلا دخل الدار. المهم الكبيدات خديت خديت هاد الشورطة اللي كيكون بالديفازورة ديال الخدم، انا هادو شوف عندي الا ام جي هذا واللي كان راه باين. المهم هذا البنت ديال القطن خديت بالديفادور ديالو هكا من تحت جليبه، ولا ما صراحه كيعجبوني نلبسو حتى في الدار. هانتوما عارفين بحال هادشي اللي كنلبسو من تحت، من الاحسن الا كان قطن. صافي دزت للبارافارماسي خديت جيل انتيم، انا غادي نخلي لكم التصويره لان عندي الاضاءه مجهده، انا نخلي لكم التصويره ديالو. خديت غير القرعه الصغيره ب 40 درهم. يا صافي البنات هذا الاستعمال ديالو نقدر نستعمله حتى جوج ديال المرات في النهار، ولكن انا ما غنستعملو جوج ديال المرات في النهار، غنستعملو غير هكا جوج ديال المرات في الاسبوع حتى ثلاثه ديال المرات صافي. المهم هذا البنات غير القرعه الصغيره ب 44 درهم، الكبيره ما عرفتش شحال دايره. ودست عند مول الماكياج خديت شامبوان ديميرور، لان هذا الشامبوان اللي عندي بقى ليا فيه غير شويه، كنت باغا ناخذ من داك الشامبوان اللي عندي ولكن ديميرور ديالو مقطوع، عييت ما نقلب عليه. عرفتو مشيت عند شي 6 ولا 7 ديال اللي كيبيعوا، ما كاينش كلشي كيقول لي لا ما كاينش ما كاينش ديميرور، كاين شامبوان ولكن ديميرور ما كاينش، وانا ناخذ هذا لان حتى هذا موافق ليا شعري، حتى هذا زوين زوينه البنات. هذا الشامبوان بالخصوص للبنات اللي شعرهم ناشف، راه اي واحد شويه ماشي بزاف كيدن الزغبه واحد شويه، لان انا شعري دوني كيدوي لي واحد شويه ولكن كيخلي الزغبه هابطه، ماشي داك تسمعوا لي دابا يصحابك راه غيزيد لك شعرك، بالعكس كيخلي الزغبه هابطه. البنات اللي شعرهم ناشف يستعملوا هذا راه زوين. المهم هذا اللي خديت هو وديميلون ديالو، ما بغيتش صراحه ناخذ شامبوان بوحديتو وديميلون بوحديتو، قلت صافي غير ندي شامبوان وديميلون حتى وحده. صافي الكبيدات، وخديت جيل دوش هذا، ها هو البنات ديال الفريز. اصلا عندي الاضاءه مجهده، شوفوا اي حاجه خديتها انا غادي نخلي لكم التصويره ديالها. هذا البنات وقيلا ب 25 درهم يمكن، ولا 30 درهم، والله ما عقلت ريحتو زوينه كان، ما كانش والو كان عندي ديال الفاني حتى هو زوين، دابا خديت ديال الفريز. صافي الكبيدات هادشي اللي كاين، هادشي اللي خديت. كنتمنى هاد الفيديو ما يعجبكم، الا كان كيعجبكم بحال هاد ديال اليوتيوب بقا نديرو معاكم مره مره. يوصل الكبيدات، نقول لكم السلام عليكم ونعاودو نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.